بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى دور الانعقاد السنوي العادي الثالث الفصل التشريعي الخامس، والمعتذرون عن هذه الجلسة سعادة النائب عادل عسومي في مهمة رسمية، سعادة النائب ممدوح الصالح في مهمة رسمية، سعادة النائب عمار عباس ظرف صحي، سعادة النائب علي زايد ظرف خاص. تفضل سعادة الأمين العام. البند الثاني المشاريع بقانون. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وشكرا. نعم، شكرا. سعادة النائب يوسف زين المقرر اللجنة، تفضل. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. قرر اللجنة. معالي الرئيس، أصحاب السعادة النواب، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المعروض اليوم على مجلسكم الموقر هو تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وما يتضمنه مشروع القانون هو أن يحدد الأمر الملكي تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد المدة على 3 أيام لتسجيل الترشيح كالمدد الواردة في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، فتكون مدة الترشح هي ذات المدة المقررة لقبول لجنة الانتخابات، وكذا الطعن عليه. شكرا معالي الرئيس. نعم، شكرا جزيلا مقرر اللجنة، ولن أقول من لديه ملاحظات لأن لدي قائمة من الراغبين في المداخلة حول المبادئ والأسس العامة للمشروع. سعادة النائب محمود البحراني، تفضل. معالي الرئيسة، عندي كلمة للأخوة أعضاء مجلس الشورى. هم شركائنا في العمل التشريعي، ولا يستقيم عملنا إلا بالشراكة القوية معهم. أتمنى أن تحول لنا منهم مقترحات تعزز الحريات والحقوق للمواطنين وتطور النشاط والعمل السياسي في البحرين للأفضل ونحو مشاركة أوسع. هذا ثاني مقترح بقانون محول من قبل الأخوة في الشورى من فترة قصيرة، يعني في فترة قصيرة، ويهدف إلى فرض المزيد من القيود على الترشح للانتخابات. مجلس الشورى مشكل من خبرات متنوعة، ونتمنى الاستفادة منهم في تطوير العمل الحكومي والحياة العامة للناس. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب عبد الله الدوسري، تفضل. معالي الرئيسة، يعني حقيقة أنا أستقرب يعني من مشروع القانون يعني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن ممارسة الحقوق السياسية، حيث جاء تعديل هذا المقترح يعني من مجلس الشورى بتحديد فترة فتح وإغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية ب3 أيام. وهنا أستغرب من الضرر الذي سيشكله فتح باب الترشح لأكثر من هذه الفترة حسب الظروف، وما هي الحكمة التي اتخذها المجلس لتمرير هذا المشروع بتعديل فترة الترشح للانتخابات. أعتقد يعني أن تقييد فترة الترشح بفترة زمنية معينة لا يمكن القبول بها، وفتح المجال لفترة أكبر ستكون لها عوائد إيجابية كبيرة على العملية الديمقراطية، بإعطاء طبعاً أكبر فترة للجميع من أجل حسم خيار ترشحها للانتخابات. كما أن يعني مرئيات الحكومة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية وهيئة التشريع والرأي القانوني كلها اتفقت على عدم تحديد فترة زمنية لفتح وإغلاق باب ترشح القانوني.
كما أن الدستور قد أعطى هذه الصلاحية لجلالة الملك حفظ الله ورعاه، ونحن نتفق على هذا الرأي على رفض المشروع. شكراً مقدر تعاونكم. شكراً جزيلاً. سعادة النائب الدكتورة سوسن كمال، تفضلي. معالي الرئيس، السادة النواب، إننا لا نرى أن مدة 3 أيام لفتح مجال الترشيح أن طبقت مدة قصيرة، وذلك بالنسبة للمرشح المهيأ صاحب البرنامج الانتخابي الرصين، فهي ليست المدة المخصصة للتفكير في الترشح إنما للتقدم به. ففكرة الترشيح فكرة حرة غير مقيدة بزمن معين، ويمكنها التبلور طوال الفصول التشريعية التي تسبق الاستحقاق الانتخابي. وبالرغم من ذلك، فإن وجهة نظرنا تذهب نحو رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، متفقة مع مرئيات الحكومة الموقرة التي اختلفت مع المقترح القادم من مجلس الشورى، ولم ترى عائقاً عملياً أو إشكالات محددة في العمل بالقانون بنصه الحالي عند فتح باب الترشح وقفله، حيث تجري عملية مباشرة الحق السياسي بكل مرونة وانسيابية. فما المبرر الحقيقي لهذا التعديل؟ وفوق ذلك كله، نرى أن من الأفضل ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الانتخابات العامة، دام أن جلالته المختص دستورياً بتحديد ميعادها، ولوزير العدل في الانتخابات التكميلية، وفي تلك السلطة التقديرية الموثوقة آلية تخدم الحق السياسي المباشر بحسب التجارب السابقة. أما بخصوص التعديل الداعي إلى إبطال الأصوات التي حصل عليها مرشح ثبت تنازله، فإن ثبوت التنازل يعني عدم دخوله في أسماء المتنافسين، فأي أصوات تلك المراد إبطالها؟ وإن كان المقصد ثبوت التنازل أثناء خوض التنافس، فالذي يبطل هنا هو التنازل نفسه لا أوراق المتنازل، طالما جاء التنازل في غير الفترة المقررة قانوناً. هل نبطل الصوت القانوني ووراءه مواطن مشارك وروح مريدة؟ دامت مملكة البحرين مملكة رفيعة قوامها الدستور المجيد، تأخذ تجربتها الديمقراطية في التطور، ويتمتع مواطنوها رجالاً ونساءً بحقوق إبداء الرأي وإعطاء الصوت للتحديث والإصلاح. شكراً معالي الرئيس. سعادة النائب فاضل السواد، تفضل. طبعاً هذا المشروع الذي هو أمامنا اليوم كان مصدره اقتراح شوري. للأسف إن الأخوان في مجلس الشورى اجتهدوا، ولكن للأسف لم يصيبوا الهدف المنشود. اسمحوا لي أخواني ببيان هذا السبب رفضنا لهذا المشروع. إن الاختصاص بتحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب يتم بأداة الأمر الملكي، والأمر الملكي هي الإرادة الملكية التي اتجهت إلى تحقيقها. المقترح أو المشروع هذا، ومن الأنسب طبعاً ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لجلالة الملك في الانتخابات العامة لمجلس النواب ولوزير العدل الموقر في الانتخابات التكميلية، بما يحقق المصلحة العامة ويضفي المرونة في تنظيم العملية الانتخابية. المسألة الأخرى أخواني، الفترة التي حددها مشروع القانون لتاريخ فتح باب الترشيح وقفله قصيرة نسبياً، لا تمكن راغبي الترشيح من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للترشيح، وهو ما يقيد من حق الترشيح بما من شأنه المساس بمضمونه ويعوق ممارسته بصورة جدية وفاعلة، ويشوبه شبهة دستورية في هذا الموضوع. أدعو أخواني إلى الأخذ بتوصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. شكراً. سعادة النائب محمد محمود، تفضل. لعل المشروع القانون بتعديل بعض الأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرات الحقوق السياسية، مثل ما تفضل سعادة وزير المجلسين، نحن يعني قد نختلف قد نتفق مع أخواننا أعضاء مجلس الشورى، وهذا اجتهاد يعني كما ذكر من جهاتهم، لكن هنا يمكن أن نتوقف عند خلاصة رأي الحكومة بأنها ترجو الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الماثل اليوم أمامنا.
يمكن الزبدة في كل هذا الموضوع خلاصة رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية اللي في فقرته الثانية ذكرت أن الوضع الحالي بفتح باب الترشح لانتخاب مجلس النواب وقفله لم يواجه أي إشكاليات أو عقبات تطبيقية. دائما هنا يعني كمشرعين مع تطوير مثل هذه الأنظمة والقوانين لتتواكب مع كل المستجدات، ولكن جاء الرد أن ما في داعي لمثل هذه التعديل اللي أعتقد اليوم ما صار في أي إشكالية اللي ممكن تستدعي أن احنا نروح إلى مثل هذا التعديل. شكرا لهم على يمكن اقتراحهم، وهذه رأينا اللي نبديه اليوم بالاتفاق على توصية الأخوان في اللجنة برفض المشروع. شكرا معالي الرئيس. نعم شكرا جزيلا. سعادة النائب أحمد العامر تفضل. مبادئ الأساس في هذا المشروع من تعديل فترة الترشيح لثلاثة أيام أعتقد أنه ما له داعي، وإحنا الممارسات الموجودة من أفضل الممارسات الدولية، وما أعتقد أنه جاءت من فراغ أو في استعجال، أكيد جاءت من وراء دراسة متأنية في مدة مو بسيطة. فأنا أتفق مع أخواني أصحاب السعادة، وإحنا في دراسة مستمرة في قوانيننا بحيث أن نقوي مصلحية النواب، وهذا إحنا المفروض التوجه له. فثلاثة أيام ما أعتقد أن فيه أي إضافة، وهي أمانة أي مواصلة حق مناقشة حق هذا الموضوع هي مضيعة وقت. شكرا مع الرئيس. سعادة النائب عبد الرزاق حطاب تفضل. فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم قانون رقم 14 سنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، الملاحظ في المشروع نفسه أن جميع الجهات موافقة أو معترضة على المشروع أو على المقترح، وهناك رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع ورأي أيضا وزارة العدل والشؤون الإسلامية وأيضا الأخوة النواب المتواجدين اليوم في الجلسة اللي تكلموا، وأيضا أعضاء اللجنة جزاهم الله خير، على اعتبار أن كلهم متفقين على أن هذا المقترح مرفوض. وهذا الرفض الإجماعي يدل على أن هذا كان هناك في خطأ في تقديم المقترح بشكل عام. وأنا متأكد أن المشروع هذا أصلا مرفوض من الكل، وإن شاء الله النتائج أثناء التصويت بالنتيجة بتطلع أن هذا الكلام صحيح. وأنا ما أدري يعني شنو كان المبرر الرئيسي وراء هذا المقترح، وأنا يعني أتمنى يعني من الأخوة في مجلس الشورى أن يأخذون حد اللجان اللي عندنا أن يكون فيه تنسيق في أثناء مناقشة المشاريع أيضا للخروج برؤية متفقة بين المجلسين ويكون في صالح العام. فأتمنى من الأخوة النواب عدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرا معالي الرئيس. نعم إذن مقرر اللجنة تفضل توصية اللجنة. قررت اللجنة رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. نعم الموافقون على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. أغلبية موافقة. يحال المشروع بقانون إلى مجلس الشورى الموقر. تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون مجلس الشورى لتعديل البند د من المادة 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018. وشكرا. نعم سعادة النائب أحمد العامر مقرر اللجنة تفضل. أرجو تثبيت التقرير في مضبط الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. تفضل. شكرا رئيس. طبعا يهدف المشروع بقانون لتعديل النص الفقرة دال المادة 23 من القانون إلى توجيب على الشخص المتضرر أن يثبت انتفاء مسؤولية مزود خدمة الثقة بين المعتمد عن الأضرار اللي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية وأحكام الإثبات. شكرا. هل توجد أي ملاحظات على المبادئ والأسس العامة للمشروع بالقانون؟ إذن تفضل مقرر اللجنة. توصية اللجنة الموافقة على المبادئ والأسس. نعم. مشروع قانون. نعم الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
أغلبية موافقة، تفضل. توصل اللجنة الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن مسمى المشروع. أغلبية موافقة، تفضل. توصل اللجنة الموافقة على الديباجة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن الديباجة. أغلبية موافقة، تفضل. المادة الأولى توصل لجنة باستبدال كلمة البند بكلمة الفقرة الواردة في نص المقدمة. الموافقون على توصية اللجنة بشأن مقدمة المادة الأولى. أغلبية موافقة، تفضل. البند من المادة 23 توصل لجنة الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة أغلبية موافقة، تفضل. المادة الثانية توصل لجنة الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة الثانية. أغلبية موافقة. والموافقون على مشروع القانون بجميع مواده وما أجري عليه من تعديلات بصورة مستعجلة وبصفة نهائية وأحالة إلى مجلس الشورى بذات الجلسة. أغلبية موافقة. شكراً مقرر اللجنة. تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح بقانون مجلس النواب بإضافة مادة جديدة برقم 261 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. شكرا. نعم، شكرا جزيلا سعادة الأمين العام. سعادة النائب عمار البناي مقرر اللجنة، تفضل. شكرا معالي الرئيسة، وأرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة، تفضل. معالي الرئيسة، تداولت اللجنة في مشروع القانون والذي يهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الخامس من القسم الخاص من قانون العقوبات، وعلى الأخص منها جرائم تغليد الأختام والعلامات العامة، على الإبلاغ عن تلك الجرائم حتى يمكنهم من الاستفادة من الإعفاء من العقوبة المقررة لتلك الجرائم أو الاستفادة من العذر المخفف للعقوبة المقررة لتلك الجرائم. ولما كانت هذه الجرائم تخل بالثقة العامة في الأختام والإمضاءات والدمقات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وجميعها منسوب صدورها للسلطات العامة بمملكة البحرين، كان مشروع هذا القانون المعروض على المجلس الموقر ليساهم في الكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها، إذ يكتنف هذه الجرائم الكثير من القموض والخفاء، مما يساهم وبحق في الحد كثيرا من ارتكاب تلك الجرائم. فقد ارتأت اللجنة وبعد أن اطلعت على مرئيات الجهات ذات الصلة الموافقة على مشروع القانون، وتهيب اللجنة بالمجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون لما له من تأثير كبير في الحفاظ على الثقة العامة لكافة الأختام والعلامات العامة الخاصة بالسلطات العامة بمملكة البحرين. إذن مقرر اللجنة، تفضل توصية اللجنة. الموافقة على المبادئ والأسس. نعم، إذن إن كنتم توافقون على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، أغلبية موافقة، تفضل مقرر اللجنة. توصية اللجنة الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المسمى، أغلبية موافقة، تفضل. الموافقة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن الديباجة،
أغلبية موافقة، تفضل. المادة الأولى توصية اللجنة الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون مع دمج الفقرتان الأولى والثانية على النحو الوارد أدناه. نعم، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة الأولى ودمج الفقرتين التي ذكرتها؟ أغلبية موافقة، تفضل. المادة الثانية الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة الثانية؟ أغلبية موافقة، والموافقون على مشروع القانون بجميع مواده وما أجري عليه من تعديلات بصورة مستعجلة وبصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى بذات الجلسة؟ أغلبية موافقة، إحالة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى الموقر، شكراً مقرر اللجنة، تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مساق بناء على اقتراح في قانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، شكراً. نعم شكراً. سعادة النائب إبراهيم النفيعي مقرر اللجنة، تفضل. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. يهدف المشروع بقانون إلى شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية، وهم الزوجات، الأبناء، الأخوة دون سن 18، البنات والأخوة غير المتزوجات، الوالدان، بحيث يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم منظومة التأمين الاجتماعي. نعم، وهل توجد ملاحظات على المبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون؟ نعم، سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي، تفضل. معالي الرئيس، إن شمول أفراد صاحب العمل في التغطية التأمينية خطوة هامة، وأرى بأن التوافق الحالي بين رأي اللجنة والحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سوف يحقق أمن هؤلاء الأفراد من عدة جوانب، من ناحية توفر العمل وكذلك التأمين الاجتماعي، ويكفل حق الجميع متى ما وضعت الضوابط اللازمة التي تضمن تحقيق هذا المشروع دون أن ينحرف عن مساره أو استغلال لأي ثغرات قانونية. لذلك أتجه نحو جميع التعديلات المذكورة وأرى بأنها وجيهة لثبوت علاقة العمل. معالي الرئيس، وهنا يقع الدور على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، منع أي علاقة عمل وهمية غير واقعية قد تنجم عن خصوصية العلاقة بين صاحب العمل وأفراد الأسرة، وتمكين الهيئة العامة من الرقابة على هذه الفئة. معالي الرئيس، المعيشة الكريمة للمواطن مسألة هامة جدا ومن أساسيات عملنا في مجلس النواب، وجميع المشاريع والمقترحات التي تصب في هذا الشأن فسوف نتوافق معها دون تردد، تحقيقا لمصلحة المواطن في جميع المجالات وتحقيق الحماية اللازمة له من المخاطر الاجتماعية وبصورة خاصة. شكرا معالي الرئيس. نعم شكرا جزيلا سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي. سعادة النائب باسم المالكي، تفضل. نشكر الزملاء النواب الذين قدموا المقترح بقانون في بدايته، والذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على الصناديق التقاعدية وتشجيع العمل الخاص. هذا المقترح سيساهم في زيادة الإيرادات الصناديق التقاعدية والمشتركين المسجلين في التأمينات الاجتماعية والذين يعملون بشركاتهم ومؤسساتهم العائلية أو الخاصة، وذلك لضمان عدم الضياع السنوات عملهم فيها. ندعم المشروع بقانون والذي سيساهم بشكل كبير في تشجيع العمل الخاص وفتح المؤسسات التجارية العائلية والتي ستشكل رافداً اقتصادياً وطني
لمملكة البحرين، وستخفف العبء على الدولة وتوفير الوظائف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. معالي الرئيس، القانون سيكون دعم إلى مشروع التقاعد الاختياري، وذلك بعد توجيه المتقاعدين اختيارياً للتقاعد وفتح مشاريع خاصة، وهذا ما سيدعم توظيفهم للعاملين معهم في مع الأقارب والأهالي. معالي الرئيس، تعاني الصناديق التقاعدية والتأمينات من ضعف الإيرادات، ولذلك لابد من إيجاد مصادر دعم إضافي في الإيرادات، وهذا هذه المشاريع سيدعم وسيساهم في زيادة الإيرادات والاشتراكات. شكراً معالي الرئيس. سعادة النائب ممدوح الصالح، تفضل. شكراً معالي الرئيس. حقيقة يعني هذا المشروع اللي الماس الأمان من اليوم مشروع جداً مهم بالنسبة للكثير من يعني الأسر أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغيرة أو الناشئة أو حتى الكبيرة منها، إن شمول أفراد الأسرة يعني في مظلة التأمين راح يأسس إلى عرف جديد وهو الاستقرار الوظيفي، وخصوصا في شح الوظائف وعندنا نسبة بطالة نسبة عالية قاعدة تتكرر، لأن بسبب يعني الكثير من المواقف والكثير من الأمور اللي قاعدة تحصل إلينا. أنا يعني أؤكد على هذا المشروع، ويعني أؤكد تماما بأن يعني تعاون الحكومة الموقرة في هذا الشأن وفي هذا المشروع لهو دلالة أن يعني هناك تطلعات جديدة وأفكار جديدة يعني تطرحها بعض يطرحونها بعض الوزراء المتميزين من أمثال وزير المالية معالي الشيخ سلمان. أنا أعتقد يعني هناك توجهات جديدة، هناك آراء جديدة، هناك أفكار جديدة، هناك طروحات جديدة. أنا أعتقد أن احنا يعني علينا أن احنا في مجلس النواب كسلطة تشريعية أن احنا نساند هذا النوع من الأمور، ونساند بشكل كبير، وهذا راح يأسس لنا إن شاء الله تأسيس صحيح ومهني كبير جدا. لا ننسى أن يعني نشكر وزير المجلسين على تعاونه ويانا في هذا الشأن وفي هذا المشروع تحديدا لما يؤدي إلى مصلحة العامة في مملكة البحرين. شكرا لك معالي الرئيس. نعم، سعادة النائب سيد فلاح هاشم، تفضل. للأمانة أفراد وأهالي أصحاب العمل صاحب العمل هم أفراد من هذا المجتمع، يتوجب أن يشملهم نظام الحماية الاجتماعية بحكم أن هذا النظام هو نظام وطني على مستوى الوطن على مستوى البلد، يشمل جميع أفراد المجتمع بجميع شرائحه وفئاته. طوال الفترة الماضية حرمان هذه الفئة سبب أن يتضرر العدد الكبير منهم، وخشية أن يكون هؤلاء يقعون في وضع الفاقة أو العجز بدون أي حماية، ما في الأخير سيكونون تحت رحمة الضمان الاجتماعي. أعتقد أن هذا القانون مشروع القانون والمقترح يعني حقيقة يشكرون عليه مقدميه، وكذلك تشكر اللجنة على هذا التقرير، وفي الأمانة يجب أن يكون الشكر موصول إلى جميع الجهات الرسمية اللي توافقت مع هذا المقترح. ما أكد عليه زميلي صاحب السعادة الدكتور عبد الله الدوادي من أهمية وضع ضوابط له لا أحد ينكرها بل نشدد عليها، لأن هذا يؤكد على أهمية القانون ويؤكد أيضا على أهمية الضوابط لكي لا أحد يستغل فرصة هنا أو هناك بالتلاعب عليه. وشكرا سعد مع الرئيس. نعم، شكرا جزيلا. إذن مقرر اللجنة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. تصويت على المبادئ والأسس، الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ. نعم، الموافقون على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ. أغلبية موافقة، تفضل. تصويت على المسمى مشروع القانون، توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل المجرى عليه. الموافقون على توصية اللجنة بشأن مسمى المشروع. أغلبية موافقة، تفضل. تصويت على الديباجة، الموافقة على النص الديباجة كما وردت في المشروع بقانون. الموافقون على توصية اللجنة بشأن الديباجة.
أغلبية موافقة. تفضل. التصويت على المادة المستحدثة، المادة الأولى بعد إعادة الترقيم. استحداث مادة جديدة، المادة الأولى بعد إعادة الترقيم، تتضمن إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، يكون نصها على النحو الوارد في التوصية. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة المستحدثة، المادة الأولى بعد إعادة الترقيم. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الأولى، المادة الثانية بعد إعادة الترقيم، الموافقة على المادة بالتعديل المجرى عليه. الموافقون على توصية اللجنة بشأن المادة الأولى، المادة الثانية بعد إعادة الترقيم. أغلبية موافقة. تفضل. المادة الثانية، المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم، توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع بقانون. الموافقون على توصية اللجنة أغلبية موافقة. والموافقون على مشروع القانون بجميع مواده وما أجري عليه من تعديلات بصورة مستعجلة وبصفة نهائية وإحالة إلى مجلس الشورى الموقر بذات الجلسة. أغلبية موافقة. شكراً. مقرر لجنة. تفضل سعادة الأمين العام البند الذي يليه. البند الثالث، الاقتراحات بقانون. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، المقدم من أصحاب السعادة حمد أحمد الكوهجي، زينب عبد الأمير خليل، وعمار سامي قنبر. شكرا. نعم، شكرا جزيلا. سعادة النائب سيد فلاح هاشم مقرر اللجنة، تفضل. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. تفضل سعادة النائب حمد الكوهجي. أحب أشكر الأخوان في اللجنة التشريعية، الله يعطيهم العافية على مرئياتهم وردهم على المقترح بقانون بتعديل أو التعويض ضمن الإجازات السنوية في موظفي القطاع الحكومي. معالي الرئيس، أنا تقدمت بمقترح بقانون بتعويض البدل النقدي حق موظفي القطاع الحكومي اللي يزيد إجازاتهم تقريباً وما يقدرون يطلعونها بحكم العمل، بحكم ضغوطات العمل، وأحياناً بحكم الحاجة الماسة اللي يطلبها منا تواجده في العمل. للأمانة معالي الرئيس، أغلب الناس، أنا جريت استفتاء سابق أثناء تقديمي المقترح بقانون تقريباً من سنة وست شهور، واللي أشكر اللجنة التشريعية أن تم هذه الفترة لمزيد من الدراسة وأكثر من اجتماع عقد فيه في خلال سنة وست شهور. وكنت أتمنى من اللجنة التشريعية أن يأتي إلى مجلسنا الموقر بالموافقة، ولكن للأسف الشديد جاء عكس ذلك. احترم رأيهم كرئيس لجنة وأعضاء متواجدين في اللجنة، ولكن معالي الرئيس للأمانة هناك في كثير من الموظفين في القطاع الحكومي يحتاجون أنهم يستفيدون من الإجازات التي تتراكم لهم أثناء ضغوطات العمل. يعني في بعض كثير من المواطنين إجازاتهم تتجاوز 100 يوم و 120 يوم. احنا حطينا وفق القانون ضوابط تخضع لديوان الخدمة المدنية، وأحد الضوابط هذه أن يحددها ديوان الخدمة المدنية حق مستحقينها، ما تكون بشكل مستمر نفس مبررات اللي انحطت من ردود اللجنة التشريعية، لكن
لهم كل الاحترام والتقدير. معالي الرئيس، ايضا هذه المقترح كان يعمل في الجهات الحكوميه مثل وزاره الدفاع، مثل وزاره الداخليه، كانوا يستفيدون منه كثير من المواطنين، كانوا يستفيدون منه بدال اجازه شهر، واثناء احيانا بعضهم لن يطلع من التقاعد الإجازات ذي كلها تروح عليه فوق 200 يوم و 300 يوم يروحون على الفاضي، فما كانت في تعويضات نقدية أو مادية حق صاحب الموظف الحكومي. فمعالي الرئيس، أتمنى من الأخوان الموجودين في اللجنة، يعني أنا عندي تعديل على رأي اللجنة، أنه يروح المشروع، يروح المقترح بقانون ويرجع بصيغة مشروع بقانون، وبعدين في نتوافق مع الحكومة، لكن رفض في الوقت الحالي احنا ما نحتاج تعديلات مع ديوان الخدمة المدنية، وان شاء الله هالتعديلات برئاسة اللجنة التشريعية في حال قدوم مشروع بقانون انهم يتوافقون على التعديلات. فأتمنى ان انا اطرح رأي ابعد برفض قرار اللجنة التشريعية وهو الموافقة عليه، ونطرح على التصويت بعد ما نسمع المداخلات. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب محمد العباسي تفضل. يجب أن نفهم في البداية فلسفة الإجازة من الناحية القانونية، أن ليش يعطى الموظف الإجازة؟ بايبها بمثال في دراسة موجودة في ذات التقرير، قانون اللي هو النظام الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. شوف نص القانون شلون حدد الإجازة حتى نفهم طبيعته شنو. قال يجب أن يتمتع العامل، نص المادة، يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته. حتى تأكد بالمواد أنه شنو لازم تطلع إجازة. طبعاً فلسفته في كل قوانين أن الإجازة ملزم الموظف أنه يطلع. طبعاً في البعض ما يطلع وتتيمع الأيام وغيره، قد تروح عليه مثل ما قالوا بعض الأخوة. أعتقد إحنا اليوم أمامنا حالة واضحة، يعني اليوم عندنا احنا الكورونا، الجائحة اللي مرت على البحرين، وشفنا يمكن قبل كم يوم تعميم صدر من ديوان الخدمة المدنية ان هذه الاجازات مال دي السنة راح ترحل لان هناك ظرف استثنائي في هذا العام. فاذا المرونة اعتقد موجودة في هذا الجانب. غير ذلك لو ان اصلا حق نص التعديل، نص التعديل يقول يجوز للسلطة المختصة ان تمنح الموظف بدلا نقديا على الاجازة السنوية على أن يحدد الديوان قواعد وشروط وحدود استحقاق البدل النقدي. وفعليا دي موجود في اللائحة التنفيذية، لو رجعون لها الإخوان، اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية موجود، هي حددت متى يستلم. فاليوم لو غشينا أصلا هذا القانون وهو موجود في اللائحة التنفيذية، أنه هو يقول لك وقت اللي ينهي خدمته أنا أعطيه إجازات بمبلغ مادي حددها بالأيام. فأنا أقول إن هذا التشريع ما راح يغير شيء من الواقع اللي إحنا اليوم، يعني حتى هدف الأخوان اللي هم يبون أثناء الوظيفة إنه هو يستلم مكافأة على الإجازات، هذا التشريع اللي أمامنا ما يحقق هذا الهدف، حتى تكون واضحة فقط للجميع. لذلك جاءت اللجنة التشريعية وقالت أصلاً الهدف غير متحقق، وإذا كانت المادة بهذا النص فاللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية الحالي أصلاً قاعد يعطيهم بالضوابط اللي هو حطها. فأنا أعتقد إن لا التشريع يخدم الفكرة ولا غيره. لو نرجع فقط للائحة التنفيذية بتشوف انه هو حط ضوابط متى ياخذ المبلغ المادي، هو لما يطلع تقاعد ياخذ البدل المادي. اما التعديل هو اعطى الصلاحية كلها لديوان الخدمة، فديوان الخدمة عقب ما وافق عليه ويشوره مثلا بعد ذلك لما يجي مشروع القانون وافق عليه وبينصدر، ما بيتغير شيء في اللائحة، لان الديوان بيقول لك والله ان احنا اوريدي حددنا اللي بيطلع تقاعد ياخذ. فأعتقد أن هذا التعديل ما يحقق الغاية اللي قدموها الإخوان، وغايتهم قد تكون جيدة ولكن لم يحقق الهدف اللي هما يبونه، بل هو يكرس للواقع اللي هو موجود نفسه يعني. فهاي اللي حبيت أوضحه وشكرا. نعم، شكرا جزيلا. سعادة وزير المجلسين تفضل. شكرا مع الرئيس، وأشكر جميع المداخلات الإخوان تدخلوا في هذا الموضوع. معالي الرئيس، يعني أقول فعلا كيف وفى أخي سعادتنا محمد العباسي، تكلم من منظور قانوني بحت وأشار إلى آخر توجيه صدر، وهو أحد يعني يعتبر أحدث توجيه خلال عام 2021، توجيهات الخدمة المدنية رقم 1/2021، رقم يعني خطورة عمل الصفوف الأولى أثناء الجائحة
لم ينص هذا التوجيه على قضية البدل النقدي، إنما نص على ترحيل الإجازات كي لا يفقدوها. طيب، حالة استثنائية نعتبرها، ولكن إذا أتينا إلى الحالات العادية بالنسبة لموظفين الحكومة تحت ديوان الخدمة المدنية، المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص في البند حاء: لا يجوز بقاء الموظف على رأس العمل لأكثر من سنتين متتاليتين دون خروجه في إجازة سنوية على أن لا تقل هذه الإجازة في مجموعة 22 يوم عمل. يعني حتى المدة نصت طبعاً 22 يوم عمل يعتبر شهر، اللي احنا نعتبره شهر من غير أيام العمل. فالعملية محكمة وواضحة. أيضاً يعني ننظر أيضاً هذا النص لو أقر يفوت مصالح الآخرين. بيّن أخي سعادة النائب سيد فلاح مقرر الموضوع في قضية الندب لوظائف أعلى. في هذه الحالة يحصل الموظف على 10% من راتبه مقابل انتدابه خلال المدة المنتدب فيه. بيّن أخي سعادة النائب الأول وقال هذا الندب ممكن يكون في أي وقت. لا أبداً، لا يكون إلا عند أن تشخر الوظيفة من خلال خروج الموظف الأعلى في الوظيفة الإشرافية، خروجه في إجازة ينتدب من اللي بعده حسب الترتيب في الهيكل التنظيمي. فهذه الأمور طبعا بيكون لأولا بيكون لمردود مالي المنتدب، وفي نفس الوقت بيكون لفرصة للتدرب على أعمال هذه الوظيفة في حالة شغرها على سبيل المثال نهائيا وترشيح هذا المنتدب مستقبلا لشغل الوظيفة. فنلاحظ هذه العملية إذا قلنا أنها يعني تجلب مصلحة فهي تفوت أيضا مصالح كثيرة على آخرين. أيضا لننظر بالنسبة لهذه التعديل، التعديل نتكلم طبعا عن ديوان الخدمة المدنية، تكلم عن موظفي الحكومة المشمولين بديوان الخدمة المدنية. طيب، ثلث القوى العاملة في الخدمة المدنية لا يخدم هذا التعديل، ثلث القوى العاملة لا يخدمها هذا التعديل. السبب أن الثلث هذا بيكون فيه الوظائف التعليمية والإدارية المساندة بالمدرسة الحكومية، هذه ما عندها نظام إجازات وفائض إجازات وبدل نقدي بدل عندما تصل الإجازة لحد ما. فهذه ثلث القوى العاملة في البحرين لن يخدم هذا التعديل، ولكن ربما يعني يعمل في نوع من التمايز في المراسل القانونية ما بين موظفين الخدمة المدنية موظفين الحكومة عموما. فأنا بيّنت سلم الله أولا أن هناك نص في اللائحة أنه يجب ولا يجوز على الموظف أن يستمر سنتين كاملتين دون خروج في إجازة، عليه الخروج في إجازة أولا. فأنا بيّنت بأن اللائحة الرد اللي أتى للمجلس المقر للجنة المقرة من الخدمة المدنية بيّن الفئات التي لن تستفيد من هذا التعديل. أيضا بيّنت بنص التوجيه الأخير أنه حتى في حالة الضرورة القصوى عندما تم معالجة الإجازات الفائضة بالنسبة للصفوف الأولى، ونحن نعلم جميعا من هم العاملين في الصفوف الأولى الأمامية، هذول أيضا لم ينص التوجيه على قضية البدل النقدي، إنما نص على ترحيل إجازات. وكما قلت أخي سعادتنا محمد عيسى بيّن النص في النظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية والتي لا تنص على قضية البدلات النقدية. شكرا مع الرئيس. سعادة النائب أحمد السلوم تفضل. بالنسبة حق هذا المشروع طبعا أنا أشوف أن الحكومة اليوم تتكلم عن مبدأ العدالة والكفاءة، ومبدأ العدالة والكفاءة يتفق مع هذا المشروع أن أعطاء حق الموظفين اللي يعملون بجهد أكبر ويعملون بوقت أكثر وهذا على وقتهم على جهدهم على عوائلهم لهم حق أنهم يكونوا مميزين لأنهم قدموا أكثر وكفاءتهم في العمل كانت أكبر. مثل ما قالت الحكومة أن في بعض القطاعات ما راح تستفيد من هذا التعديل لأنه أوريدي حالياً هم معفيين أو مكفولين بإجازاتهم، يعرفون متى إجازتهم بيحصلونها متى إجازتهم بتنتهي، إجازاتهم اللي يأخذونها أكثر من يعني الوزارات الحكومية الأخرى، وبالتالي حتى لو بنقارن كم شهر إجازة هم يأخذونها مقابل كم شهر إجازة هم يأخذونها هنا بنشوف أنهم لهم أشهر أكثر
فبالتالي ان هم اللي يستفيدون منه من الاجازه اكثر من الموظف العادي. لكن احنا نتكلم في ان اليوم احنا في كثير من الموظفين في كثير من الوزارات قلصت عدد موظفيها، قلصت عدد اللي موجودين فيها، فبالتالي اللي قاعد يقوم بالعمل هم نفسهم عدد اللي كانوا موجودين. فبالتالي هذا التعديل يخدم انهم يحافظون على كفاءة الخدمات اللي الحكومة متعهدة فيها، يخدم انهم يواصلون العمل بكل كفاءة وكل يعني قدرة ومقدرة ونشاط، لان في النهاية هو راح يحصل تعبه وراح يعني يوفر اللي حصله. احنا نتكلم عن قطاعات اللي الحكومة تقول ان هي ما راح تستفيد فيها، فبالتالي هي اذا هي ما كانت تعطي بدلات الترقيات قاعدة تمشي، البدلات قاعدة تروح. ايضا في القطاع الخاص لما الموظف يكون محتاجينه وما يبون يعطونه اجازته يعوض براتبه، لان صاحب العمل او العمل يحتاج انه يكون موجود فيه. احنا اليوم قاعدين نشوف ان الحكومه قاعده تطلع كثير من الموظفين في وقت واحد لان اجازاتهم ما راح ترحل او عليهم فائض كبير، وبالتالي انهم راح يخسرونه. فانا اشوف يعني من غير العداله ان هو اذا اشتغل واستحق وانه صار عنده فائض لانه هو ادى واجبه ولانه هو اجتهد واشتغل، وعدم خروجه من راس عمله لانه كان في حاجه له، انه هو يحرم من هذا الشيء. فاحنا نشوف انه فعلا في فراغ، وفعلا ان هذا الفراغ لازم يعزز. يعني واكيد انه لما يتم في قانون ويدرج له قانون اكيد راح يكون في يعني فائض مالي او راح يكون في ما يعني مورد مالي يغطي هذا القانون. لا. احنا نتكلم يمكن في رأي اللجنة المالية يمكن ما فهموا بعض النواب انه في وقت انه ما في تشريع يعطي بدل حق الفائض من الاجازات ما كان في الميزانية يوجد بند يخدم هذا البند، لكن لما يتم تعديل هذا القانون لما تيجي الميزانية القادمة ويكون في تعديل في القانون اكيد راح يكون فيها بند، اكيد راح يكون فيها مخصص يغطي هذه. نعم. شكرا معالي الرئيس. سعادة النائب زينب عبد الأمير تفضلي. معالي الرئيس، احيانا يكون راحة الانسان ليست في الاجازة بل في يعني سعة العيش وفي زيادة الراتب او دخل اضافي، فهذا القانون جاء لي يعني يساعد الموظفين موظفي الحكومة على يعني الراحة، مثل ما نقول راحة العيش. مو ضروري ان احنا نجبر الشخص انه تعال اطلع اجازة عشان ترتاح وهذا الشخص عليه التزامات وعليه التزامات معيشية، فيعني هذه كبرها راحة الانسان يحصل مقابل على عمله. وايضا هذا القانون يشجع على زيادة الانتاج، يعني المنتج والشخص العامل يقدر بالمبلغ، فالحكومة محتاجة أشخاص تشتغل، مو محتاجة أشخاص بس تقعد ويعني ما تشتغل والله معظم أيامهم إجازات، فخصوصا إذا تراكمت الإجازات. يعني شلون تتراكم الإجازات يعني 90 يوم 180 يوم 200 يوم، هاي متى بينتج الشخص؟ فعطوا الإنسان فرصة، الموظف فرصة إنه يختار ما بين إنه يشتغل أو ما بين إنه يرتاح في إجازة. شكرا. إذن سعادة النائب فاضل السواد رئيس اللجنة تفضل. شكرا معالي الرئيس. أخواني أصحاب السعادة النواب، أرجو منكم الموافقة على سحب التقرير لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، وشكرا لكم. نعم، شكرا جزيلا رئيس اللجنة، ولك ذلك إن كان المجلس يوافق على طلب رئيس اللجنة بسحب التقرير لمدة أسبوعين من اليوم. تفضلوا. أغلبية موافقة، شكرا على ذلك. يعود التقرير إلى رئيس اللجنة لمدة أسبوعين من تاريخه. تفضل سعادة الأمين العام. شكرا مقرر اللجنة. شكرا معالي الرئيسة. تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل مادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المقدم من أصحاب السعادة أحمد محمد العامر، بدر سعود الدوسري، علي محمد إسحاقي، الدكتور هشام العشيري، والدكتور علي ماجد النعيم. وشكرا. نعم، شكرا سعادة الأمين العام. سعادة النائب أحمد العامر مقرر اللجنة تفضل.
شكرا مع الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل مقرر اللجنة. شكرا مع الرئيس. طبعا هذا المقترح معالي الرئيس وفي أكثر من مقترح مشابه لك تقدم سابقا، تقطع $1 من كل برميل إذا وصل السعر $40، هذا طبعا وضع حالي. إحنا حطينا هذا المقترح وأنا المقرر، بالإضافة أنا مقدم مقترح مع أخواني أصحاب السعادة، حطينا النسبة المئوية اللي نفسها $40 إذا يطلع لنا دولار، مع ارتفاع السعر برميل النفط يكون هناك ارتفاع معه بشكل متوازي بنفس النسبة اللي هي 2.5%. طبعاً الأهداف نفس الأهداف الموجودة عند الحكومة، لأن إحنا نهدف لضمان استقرار هذا الصندوق بالإضافة للتنامي بالإضافة لتعزيز تحقيق الأهداف من هذا الصندوق. شكرا مع الرئيس. تفضل سعادة النائب عيسى القاضي. طبعاً الصندوق احتياط الأجان من المقومات الرئيسية لحماية الأجان القادمة لمواجهة متطلبات الحياة المتغيرة والأحداث العالمية المتسارعة، وبما أن المستقبل مجهول فلا بد من تأمين الأجيال بما يتناسب مع التحديات. في الوقت الحالي الاستقطاع بنسبة قليلة جدا، ومع ذلك تم توفير مبالغ مناسبة ساعدت على الأقل في وقتنا الحالي على تجاوز متطلبات جائحة كورونا، وقد وافقنا في المجلس النواب على استقطاع 450 مليون دينار كقرض حسن. وفي المستقبل لمواجهة أي أزمات ولتأمين الأجال لابد من زيادة نسبة الاستقطاع إلى 2.5%، مما سيحافظ على الصندوق وتنمية موارده وضمان مكتسب إضافي للمواطنين الذين تأسس الصندوق من أجلهم وضمان استقرار الوضع المالي والنمو الاقتصادي للمملكة. معالي الرئيس، تحديات قطاع النفط مستمرة وسعر البرميل في صعود وهبوط وفقا لمؤشرات أسواق النفط العالمية، وما حققه الصندوق من الإيرادات السابقة قد لا يتمكن من تحقيق نفس المستوى حتى في زيادة نسبة الاستقطاع بسبب سعر البرميل. لذلك أدعو الموافقة على هذا المقترح بقانون لضمان استدامة هذه الصناديق. تفضل مقرر اللجنة. توصيل اللجنة. توصي اللجنة بالموافقة على النظر بالاقتراح بقانون، الموافقة على الاقتراح بقانون. نعم، الموافقون على توصية اللجنة. أغلبية موافقة، يحال المقترح بقانون إلى الحكومة الموقرة. شكراً مقرر اللجنة. تفضل سعادة الأمين العام البند الرابع. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوم، وأعطاء الأب إجازة مدة 3 أيام في حالة ولادة مولود له. والمقدم من أصحاب السعادة فاطمة عباس قاسم بدر سعود الدوسري محمد إبراهيم السيسي البعينين عيسى يوسف الدوسري ومعصومة حسن عبد الرحيم. شكرا. سعادة النائب عيسى القاضي مقرر اللجنة، تفضل. أرجو تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. سعادة النائب فاطمة عباس من مقدمي المقترح، تفضلي. معالي الرئيس، الزملاء الأعضاء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو واضح فإن المقترح الماثل أمامنا يدعو إلى زيادة عدد أيام إجازة الوضع للأم العاملة في الحكومة إلى 70 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والأب العامل في القطاع الحكومي من 3 أيام بدلاً من يوم واحد. إنني أقدر التبريرات التي ساقها ديوان الخدمة المدنية في مرئياته على المقترح لبيان التأثيرات المالية والعملية المترتبة على هذا التطبيق المقترح، وهو أمر مهم للتحقيق من جدوى تطبيقه. كما هو واضح يا معالي الرئيس فإن التكلفة التقديرية التي تتطلبها هذا المقترح لا تتجاوز أكثر من 500,000 دينار، وهي تكلفة بسيطة جداً مقارنة بالفوائد المتحققة من هذا المقترح، والذي مقارنة حجمها بالنسبة إلى إجمالي نفقات القوى العاملة والتي بلغت قرابة 1.4 مليار دينار وفقا للكشف الحسابي
الختامي لعام 2019. إن منح المرأة العاملة هذه الأيام القليلة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على نفسيتها وصحتها، ومنحهم بعض الوقت لتجاوز تأثيرات ما بعد الولادة دون التفريط في حق من حقوقهم الوظيفية، مما يعزز من إنتاجيتهم في العمل ويساعدهم على التوفيق بين متطلبات الأسرة والمجتمع. وقد تضمن المقترح شقاً متعلقاً بتمديد إجازة الآباء من يوم واحد إلى 3 أيام، حيث يضطر الكثير من الآباء لاقتطاع أيام من رصيد إجازاتهم السنوية ليتمكن من ترتيب أوضاعه الأسرية خلال أيام الولادة الأولى، وهو ما يؤكد الحاجة لتمديد هذه الإجازة واستحقاقها لها. ولقد ضمننا المقترح تجارب من بعض الدول يا معالي الرئيس المجاورة التي تطبق مثل هذا المقترح، بل وكما نجد أن دولة الإمارات العربية الشقيقة تمنح المرأة العاملة 90 يوماً إجازة وضع، وهو ما يؤكد وجاهة هذا المقترح. وعليه أدعو السادة النواب إلى التصويت بالموافقة على هذا المقترح، وشكرا لكم. نعم، شكرا جزيلا. إذن مقرر اللجنة، تفضل توصية اللجنة. شكرا معالي الرئيس. طبعا توصل اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوماً، وأعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له، وذلك لوجاهة اعتبارات المصلحة العامة المبررة لتقديم الاقتراح. نعم شكرا. إذن هل يوافق مجلسكم على الاقتراح برغبة؟ إن كنتم توافقون تفضلوا. أغلبية موافقة، يحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. تفضل سعادة الأمين العام. شكرا. مقرر اللجنة. تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء البحرينيين من الحصول على التأشيرة المسبقة عند زيارة الدول الأوروبية ومنحهم تأشيرة زيارة في المطار، والمقدم من أصحاب السعادة فوزي بنت عبد الله زين، عبد الله خليفة الذوادي، علي محمد إسحاقي، عمار سامي جنبر، وعمار أحمد البناوي. شكرا. نعم شكرا جزيلا. سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي مقرر اللجنة، تفضل. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة، تفضل. مقرر اللجنة. جاء هذا المقترح. نعم. لإعفاء المواطنين مملكة البحرين من تأشيرة الشنجن في حالة السفر. تفضل بتوصية اللجنة. توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برغبة. الموافقون على توصية اللجنة، تفضلوا. أغلبية موافقة، يحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. شكراً. مقرر اللجنة، تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إدراج شارع الملك حمد وشارع المعسكر ضمن القرار الوزاري بشأن فترة منع مرور الشاحنات والأليات الثقيلة في أوقات الذروة، والمقدم من أصحاب السعادة محمد إبراهيم السيسي أبو عنين، عيسى يوسف الدوسري، فاطمة عباس قاسم، بدر سعود الدوسري، ويوسف أحمد الذوادي. شكرا. نعم شكرا جزيلا. يواصل معنا سعادة النائب الدكتور عبد الله الذوادي مقررا للجنة، تفضل. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. سعادة النائب عيسى الدوسري المقدمي المقترح، تفضل. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتضمن هذا الاقتراح برغبة بشأن إدراج شارع الملك حمد وشارع المعسكر ضمن القرار الوزاري بشأن فترة منع مرور الشاحنات والآليات الثقيلة في أوقات الذروة، وذلك نظراً للتطور العمراني والزيادة السكانية الكثيفة في مدينة خليفة والقرى المطلة على نفس الشارع،
حتى درة البحرين جنوباً وإلى الرفاع فيوز شمالاً. فقاطني هذه المناطق يعانون من الازدحام المروري بسبب مرور الشاحنات والآليات الثقيلة على مدار الساعة، مما يؤدي إلى تعرض مستخدمي الشارع إلى المخاطر والحوادث. فإن هذا المقترح سيساهم في تحقيق السلام المرورية لمستخدمي الطريق ويساعد في تنظيم حركة المرور وإنسابية في سير المركبات تماشياً مع ما نصت عليه المادة 30 من القانون 23 لسنة 2014. معالي الرئيس أصحاب السعادة، أرجو منكم الموافقة على المقترح وبدون تردد. شكراً معالي الرئيس. نعم، شكراً جزيلاً. سعادة النائب محمد السيسي، تفضل من مقدمي المقترح. مرر مجلسكم موقر مشكوراً قبل جلستين تقريباً مقترح تفعيل قرار مجلس على المرور رقم 33 بخصوص تمديد فترات ساعات الذروة لمنع الشاحنات على الشوارع الرئيسية في البحرين. وكان المقترح طبعاً يتضمن تمديدها صباحاً وظهراً. لا يخفى لأحد مع الرئيس اليوم أن المحافظة الجنوبية باتت من أكبر المحافظات جغرافياً وتعداداً على مستوى مملكة البحرين. هذه المحافظة التي تمثل أكثر من ثلثي مساحة البحرين. الشارعين المهمين الرئيسيين في المحافظة الجنوبية هما شارع جلالة الملك حمد وشارع المعسكر، هما الذين يربطون الشرق بالغرب والجنوب بالشمال وبالعكس. طبعاً الشوارع الأخرى كشارع جابر الأحمد وشارع الاستغلال وشارع 16 ديسمبر تم منع سابقاً عليهم الشاحنات بقرار مجلس على المرور، ولكن ما زلنا بانتظار بإذن الله بعد هذا المقترح إدراج هذين الشارعين لأهميتهم، حيث كانوا شوارع بسيطة وصغيرة لكن اليوم أصبحت هذه الشوارع من أكبر شوارع البحرين. فشارع الملك حمد يمتد من تقاطع الملك حمد الواقع بين الرفاع والمعامير ومنطقة بداية منطقة عسكر إلى الدرة، إلى درة البحرين. فبالتالي يعد اليوم هذا الشارع من أطول شوارع البحرين ومن أكبرها ومن أعظمها، فلا بد أن يتم اتخاذ قرار بمنع الشاحنات عليه خاصة أثناء فترة الذروة. ولا يخفى على أحد أن هذه المنطقة تحتوي على ثلاث مناطق صناعية وحاليا بصدد إنشاء المنطقة الرابعة، فبالتالي توجد حركة شاحنات كبيرة يوميا وعلى مدار الساعة على هذا الشارع، وكل من استخدم هذا الشارع طبعا يعرف هذه المعلومة، بالإضافة إلى طبعاً حالياً إنشاء مدينة خليفة وهي في طور الإنشاء وفي طور التمدد والتوسع، بالإضافة إلى إنشاء عديد مرافق كمركز خليفة الصحي، كذلك معهد ناصر المهني، أكبر محطة، أكبر مدرسة للبنات ابتدائية إعدادية ثانوية، أكبر محطة طاقة في الجنوب. فلا بد أن ندرج هذا الشارع من أجل تخفيف الازدحام عليه منع الشاحنات ساعة الذروة. وعلى اليد الأخرى إذا أتينا لشارع المعسكر والذي يربط الشرق بالغرب، يربط سترة بالزلاق هذا الشارع، وكما هو معروف أن هذا الشارع أيضا شارع حيوي وشريان يخترق المحافظة الجنوبية لإيصال المنتقلين من العاصمة إلى أقصى الغرب الجنوب من المحافظة، أقصى الغرب من المحافظة. فهذا الشارع أيضا يحتاج إلى إدراجه ضمن شوارع حظر التي يحظر فيها مرور الشاحنات ظهراً وصباحاً. أتمنى أن يحظى هذا المقترح على موافقة زملائي وأخواني أصحاب السعادة النواب من أجل تمرير الحكومة، وأتمنى أيضاً بالتالي أن تقوم الحكومة أيضاً بإدراج هذين الشارعين نظراً للأهمية الواضحة من إدراجهما لمنع الشاحنات في فترة الذروة. نعم. وشكراً معالي الرئيس وأصحاب السعادة النواب على سعة الصدر وسمحوا لي على الإطالة. لدينا مداخلة من ممثل الحكومة. بداية نشكر مقدم الاقتراح برغبة، وأكيد غايات الاقتراح برغبة هي السلام المرورية وانسياب الحركة المرورية. نعم، حالياً شارع الملك حمد نسمة كد سعادة النائب محمد ليس ضمن الشوارع اللي مدرجة ضمن منع مرور شاحنات أوقات الذروة. هناك مقترح آخر نعم تقدم بمجلسكم في تمديد أوقات الذروة والحكومة الموقرة وافقت عليه، وردنا كان بخصوص إدراج هذه الشارعين أن حاليا يتم عليها أعمال تطويرية.
كان هذه أثناء تقديم الرد، وحالياً الأعمال التطويرية انتهت والكل شاف والتمس انسياب للحركة المرورية الحمد لله، ولم نعاني من أي ملاحظات أو شكاوى بخصوص الازدحامات في هذه المنطقة. الرد أيضاً احتوى على أن الإدارة العامة للمرور ستقوم بقياس الوضع، تقييم الوضع بعد الأعمال اللي انجزت وزارة الأشغال مشكورة في هذه المنطقة، وحالياً نحن نقيم الوضع ومدى احتياج هذه المنطقة لإدراج هضم إطار منع مرور الشاحنات، واقتراحكم محل اهتمام ودراسة من الإدارة العامة كما جاء في الرد. إذن مقرر اللجنة، تفضل توصية اللجنة. توصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح برأب. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. يحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضا في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر منطقة الصخير والبحر بلاد الجزائر، والمقدم سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي. شكرا. شكرا سعادة الأمين العام. الأخ المقرر. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. توصية اللجنة لو سمحت. الأخ مقرر. الموافقة على الاقتراح برغبة. يهدف الاقتراح برغبة لإنشاء مراكز طبية ميدانية تقدم الخدمات الطبية العاجلة وإسعاف المصابين في حالات الطوارئ وكذلك في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر ومرتادي الشواطئ. توصية اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن المقترح برغبة؟ أغلبية موافقة. ويحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن تنشيط السياحة البحرية في مملكة البحرين، وقدم أصحاب السعادة عبد الله خليفة الذوادي، باسم سلمان المالكي، عادل عبد الرحمن العسوم، محمد عيسى العباسي، وزينب عبد الأمير خليل. شكرا. شكرا سعادة الأمين العام. الأخ المقرر اللجنة سعادة الأخ نائب أحمد الأنصاري. تفضل. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. الأخ المقرر، إحنا الآن في مقترح 7 اللي هو تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصيغاته المعدلة بشأن تنشيط السياحة البحرية في مملكة البحرين، وسوف نعود بعد الانتهاء من التصويت على هذا المقترح إلى المقترح رقم 6، فأرجو يعني إن شاء الله توصية اللجنة بهذا المقترح رقم 7. تفضل. يهدف الاقتراح برغبة إلى تنشيط السياحة البحرية في مملكة البحرين من أجل تعزيز مساهمة السياحة البحرية في تنشيط اقتصاد المملكة وتأسيس مورد دخل جديد للميزانية العامة للدولة وخلق وظائف في القطاع السياحي واستثمار الإطلالات البحرية بشكل فعلي في مجالات سياحية عديدة من خلال استغلال الشواطئ البحرية وتحويلها إلى منتجعات ومجمعات تحتوي على ألعاب مائية متنوعة واستقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم. شكرا سعادة الأخ المقرر. ولدي من أصحاب المقترح من المتداخلين سعادتنا عبد الله الذواري. تفضل. معالي الرئيس، البحرين هي عبارة عن مجموعة من الجزر، فإذا من الطبيعي أن يكون هناك استغلال واضح لهذه الجزر من خلال الواجهة البحرية، هذا ما يتوجب أن يكون عليه الوضع. معالي الرئيس، ولكن الواقع مختلف، فلم نصل إلى الآن لمرحلة أن تكون الواجهات البحرية في البحرين
هي مصدر للجذب السياحي لا محليا ولا عالميا، وما زالت لدينا نفس الأساليب المتكررة: ممشى، مطعم، مقهى، نادي صحي وما شابه، وما شابه من المشاريع التي باتت تتكرر في كل أنحاء مملكة البحرين، وكادت أن تشبع السوق المحلي تكراراً غير جاذباً لا للمواطنين ولا للسائحين. لذلك معالي الرئيس، جاءت هذه الرغبة النيابية التي تقدمنا بها مع عدد من الأعضاء الكرام وتوافقت عليها اللجنة مشكورة بالإجماع، نظراً بأنها حاجة ماسة، لأنها في حاجة ماسة وملحة ليست فقط للاقتصاد الوطني فحسب، ولكن متنفس للمواطن ومقصداً للسياح. عندما نتحدث معالي الرئيس عن تحقيق التنمية السياحية البحرية المستدامة، فنحن لا نتحدث عن مهرجانات تفي بغرض محدد وفي فترة قصيرة جداً، بل نتحدث عن استدامة لهذا المشروع البحري والتفكير من خارج الصندوق، والذي نتحدث عنه دائماً يجب أن يكون بالتعاون مع القطاع الخاص، فهي لديها الإمكانيات والخبرات الاقتصادية والترويجية التي يمكن توظيفها لتطوير المرافق السياحية البحرية بأفكار جديدة وجذابة تضاهي منتزه الغوص الذي يعتبر الأكبر في العالم، وهذا بحد ذاته يكسب البحرين سمعة في الجانب السياحي والجانب التعريفي. لهذا معالي الرئيس، يجب الخروج من الطريقة التقليدية في إقامة المشاريع التي قد لا تعطي سمعة قوية لمملكة البحرين، والحاجة اليوم بأن تلعب السياحة دوراً أكبر في الاقتصاد وبشكل خاص السياحة البحرية، وتوظيف الإطلالات البحرية بما يساهم في التنمية لنصل إلى التنافسية العالمية، واستغلال الشواطئ لتكون مفتوحة للعامة، مع توفير منتجعات ومجمعات تضم ألعاباً مائية جاذبة، وهذا سيعود على رفض الاقتصاد وتوفير وظائف نوعية للمواطنين. فإننا ندعو مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المقترح الذي يهدف إلى إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لوضع الرؤية المناسبة والعمل على تنفيذها. شكراً معالي الرئيس. الأخ المقرر، تفضل توصية اللجنة لو سمحت. الموافقة على الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن تنشيط السياحة البحرية في مملكة البحرين. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة، ويحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. الآن نعود سعادة الأمير العام إلى البند الذي تجاوزناه. تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص سيارة متنقلة للتبرع والدعم في جميع محافظات المملكة تشمل المواطنين والمقيمين، مع تخصيص أماكن لتواجد تلك السيارات في المحافظات، والمقدم سعادة النائب عادل عسومي. شكرا. أيضا نعود مع هذا المقترح ومع الأخ المقرر سعادة النائب أحمد الأنصاري. تفضل سعادة الأخ المقرر. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مقبضة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. تفضل أخي المقرر توصية اللجنة لو سمحت. يهدف الاقتراح برغبة إلى قيام وزارة الصحة بتخصيص سيارات متنقلة للتبرع بالدم في جميع محافظات المملكة لتشمل المواطنين والمقيمين، مع تخصيص أماكن لتواجد تلك السيارات بكل محافظة بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم النقي الآمن والاستغناء عن الدم المستورد. توصية اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة،
ويحال المقترح للحكومة الموقرة. تفضل سعادة الأمين العام. تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مختصة تغليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة عبد الله خليفة الذوادي، باسم سلمان المالكي، عبد الرزاق عبد الله حطاب، وزينب عبد الأمير خليل، فوزية بنت عبد الله زينب. شكرا. شكرا سعادة الأخ الأمين العام. الأخ المقرر سعادة النائب أحمد الأنصاري أيضا أرهقناك معنا اليوم. نرجو الموافقة على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. تفضل أخي المقرر. موافقة على الاقتراح برغبة. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة ويحال المقترح للحكومة الموقرة. سعادة الأخ الأمين العام، البند رقم 9. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء حدائق عامة في مختلف المجمعات السكنية التي ليس لها لديها حدائق في جميع المحافظات، المقدم من أصحاب السعادة فوزية بنت عبد الله زينل، عبد الرزاق عبد الله حطاب، علي محمد إسحاقي، فاطمة عباس، والدكتور هشام العشير. وشكرا. شكرا سعادة الأخ الأمين العام. الأخت مقررة اللجنة سعادة النائب فاطمة عباس قاسم، تفضلي. أرجو تثبيت التقرير بمضبطة الجلسة. هل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. سعادة الأخت المقررة، توصية اللجنة لو سمحتي. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة، وذلك لوجاهة المبررات التي ساقها أصحاب السعادة مقدمون المقترح. شكرا سعادة الأخت نائب فاطمة عباس مقررة اللجنة. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة ويحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. سعادة الأخ الأمين العام، تفضل. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة أرض وقرض ضمن الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، والمقدم من أصحاب السعادة أحمد يوسف الأنصاري، عبد الرزاق عبد الله حطاب، علي أحمد زايد، عيسى يوسف الدوسري، وبدر سعود الدوسري. وشكرا. شكرا سعادة الأخ الأمين العام. سعادة الأخ النائب عبد الرزاق عبد الله حطاب مقرر اللجنة، تفضل. يرجى تثبيت التقرير بمضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. أغلبية موافقة. سعادة الأخ المقرر سعادة النائب عبد الرزاق عبد الله حطاب، تفضل بتوصية اللجنة لو سمحت. توصي اللجنة وبتوافق أعضاء الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن توفير أرض وقرض ضمن الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وذلك نظرا لوجهة المبررات التي ساقها أصحاب السعادة مقدم المقترح. وشكرا معالي الرئيس. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة ويحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. سعادة الأخ الأمين العام، البند رقم 11، تفضل. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفين المدنيين العاملين في قوة الدفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني بالعسكريين العاملين في هذه المؤسسات فيما يتعلق بدعم أقساط الخدمات الإسكانية، والمقدم من أصحاب السعادة أحمد يوسف الأنصاري، علي أحمد زايد، عيسى يوسف الدوسري، وعبد الرزاق عبد الله حطاب، وإبراهيم خالد النفيعي. وشكرا. شكرا سعادة الأخ الأمين العام. سعادة النائب فاطمة عباس قاسم مقرر اللجنة، تفضلي.
أرجو تثبيت التقرير بمضبطة الجلسة. هل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. قبل أن أعطي الكلام للأخ المقرر، هناك مداخلة لسعادة النائب أحمد الأنصاري أحد مقدمي المقترح، تفضل. إن الجهات العسكرية تقدم لمنتسبيها العديد من المميزات، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين فهم سواء، وكذلك تلزمهم بالكثير من الواجبات والمهام التي يقومون بأدائها حسب قوانين هذه الجهات ودون تردد، لأن هذا هو واجبهم، فهم سواء ومتشابهون بالحصول على تصاريح السفر مثلا، وفي حمل الأرقام العسكرية، وفي العمل لساعات طويلة في حالات الطوارئ وأمور أخرى، ولكنهم ليسوا سواء في حصولهم على دعم الإسكان مثلا، فالعسكري يحصل على تخفيض في دفع قيمة القسط الشهري لأي خدمة يحصل عليها كالقروض أو قسط الوحدات، ولكن المدني المنتسب لهذه الجهات لا يحصل عليها. لذا تقدمنا بهذا المقترح لمساواة جميع منتسبي الجهات العسكرية بنفس المميزات، فهم يؤدون كل المهام الموكلة لهم دون تردد، فلا بد من تهيئة الراحة النفسية والأمان الوظيفي لهم جميعا حتى يكون ذلك حافزا لهم لزيادة الإنتاجية في العمل، وشكرا. شكرا سعادة الأخ نائب أحمد الأنصاري. سعادة الأخ المقرر، الأخت المقررة سعادة النائب فاطمة عباس قاسم، تفضلي بتوصية اللجنة. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن مواساة الموظفين المدنيين العاملين في قوى الدفاع البحرين والداخلية والحرس الوطني بالعسكريين العاملين في هذه المؤسسات فيما يتعلق بدعم أقساط الخدمة الإسكانية، وذلك نظرا لوجاهة المبررات التي ساقها أصحاب السعادة مقدمون الاقتراح. شكرا سعادة الأخت النائب فاطمة عباس. وهل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة. ويحال المقترح إلى الحكومة الموقرة. سعادة الأخ الأمين العام البند الذي يري. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الأندية الاجتماعية للوالدين من رسوم الكهرباء والماء والبلدية، المقدم من أصحاب السعادة عبد الله خليفة الذوادي، باسم سلمان المالكي، وحمد أحمد الكوهجي، وعادل العسومي، ومحمد خليفة أبو حمود. شكرا. شكرا سعادة الأخ الأمين العام. معي سعادة الأخ محمد خليفة محمود كمقرر. أطلب تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. سعادة الأخ المقرر تفضل توصية اللجنة. توصي اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الأندية الاجتماعية للوالدين من رسوم الكهرباء والماء والبلدية، وذلك نظرا لوجاهة المبررات التي ساقها أصحاب السعادة مقدمون. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية موافقة. ويحال المقترح برغبة إلى الحكومة الموقرة. تفضل سعادة الأخ الأمين العام. تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة المعدل بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تسمية إحدى المنشآت الرياضية باسم المغفور له الكابتن أستاذ جاسم سلمان المعاولي، والمقدم من أصحاب السعادة قاضي فيصل الرحمة، محمد السيسي البوعينين، أحمد صباح السلوم، عمار أحمد البناني، وخالد صالح بوعينين. شكرا. شكرا سعادة الأخ الأمين العام. سعادة النائب زينب عبد الأمير مقرر اللجنة، تفضلي. أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل يوافق مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟
أغلبية موافقة. وقبل أن أعطي الكلام للأخت المقررة، هناك مداخلة من أحد مقدمي المقترح. سعارة النائب غازي الرحمة، تفضل. الشكر موصول إلى الرئيس وأعضاء لجنة شباب الرياضة المحترمين، وأيضا حبيت بهالمناسبة أن أشكر أيضا وزارة الشباب الرياضة، والشكر موصول إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تبني هذا المقترح اللي يصب في تخليد أسماء الرياضيين اللي خدموا بلدنا مملكة البحرين في شتى المجالات، ومن ضمنهم المغفور له الأستاذ جاسم معاودي رحمة الله عليه. هذا المقترح اللي تقدمنا فيه وتم تلبيته ولله الحمد، ويصب في تسمية أحدى المنشآت الرياضية باسم المغفور للأستاذ جاسم المعاوده، يعطي لمزيد من الرياضيين في المستقبل لبذل المجهود أكبر على أساس يكون لهم دافع في تسمية بعض المنشآت باسمهم في حال خدم مملكة البحرين كما خدم الأستاذ رحمة الله عليه. فقط أبي أذكر نقطة بسيطة بالنسبة إلى تسمية المنشأة اللي راح تكون باسم أستاذ جاسم المعاودة، وهم مشكورين على طرحهم إليها في أستاذ في اللي هو بيكون في صالة رياضية بالنادي الأهلي لكرة السلة باسم المغفور لأستاذ جاسم المعاودة. كل الشكر والتقدير على طرحهم هذا، ولكن إلى الحين ما سميت. احنا هذه الصالة الرياضية مثل ما انتم عارفين معالي الرئيس، الرياضة الآن في البحرين في هذا العصر الذهبي صارت صناعة وليست هواية، صارت احتراف، صارت منشآت. كان من الأفضل أن هذه الصالة أنها تسمى باسم شركة تتبناها أو أحد التجار ليستفيد منها النادي لدخل ثاني إلى ميزانيته. الأستاذ جاسم المعاودة رحمة الله عليه، ممكن كل البحرين يعرفونه، الأستاذ جاسم معاودة أول مدرب وطني خدم ودرب منتخبنا البحريني لكرة القدم، وهو من درب أكبر ناديين في قاعدة جماهيرية له نادي المحرق والنادي الأهلي، وظل طول عمره وحياته يخدم في النادي الأهلي. وإحنا لحقنا عليه من يوم إحنا كنا صغار، كنا نشوفه من يوم الظهيرة إلى غاية بالليل يتابع جميع الألعاب وجميع الفئات وجميع اللاعبين ويدعمهم مادياً أيضاً. فرحمة الله عليه، نتمنى أنه يكون له تقدير أكبر من هذا، من هذه الصالة، بل أن لا يسمى ملعب النادي الأهلي باسم أستاذ جاسم المعاودة نظرا للأشياء اللي قدمها لكرة القدم البحرينية وأيضاً إلى الأندية اللي دربها. وهذا مطلب اللي أنا أتكلم فيه وأقوله، هذا ليس بمطلبي أنا فقط معالي الرئيس، هذا مطلب إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بل وجميع الرياضيين في مملكة البحرين، أن يسمى هذا الملعب كرة القدم في النادي الأهلي باسم الأستاذ المرحوم والمربي الفاضل أيضا جاسم المعاودة. فنتمنى أن هالشيء يكون في عين الحسبان، والأستاذ جاسم رحمة الله عليه يستحق أن يسمى هذا الملعب باسم نظرا للمجهود وقته وحياته اللي قدمها للرياضة البحرينية. شكرا. سعادة الأخ المقرر، تفضل. زينب عبد الأمير. صاحب المعالي رئيس المجلس الموقر، أصحاب السعادة النواب، يتضمن الاقتراح برغبة تسمية أحد المنشآت الرياضية باسم المغفور له الكابتن الأستاذ جاسم سلمان المعاودة، تخليدا لذكراه وما له من دور في دعم كرة القدم بشكل خاص ودعم الرياضة والرياضيين بشكل عام. هل يوافق التوصية لو سمحتي؟ بس عندي بغينا تقرأ التوصية لو سمحتي في النهاية. التوصية: توصي اللجنة برفض الاقتراح برغبة لتحققها على أرض الواقع. هل يوافق مجلسكم الموقر على توصية اللجنة بشأن الاقتراح برغبة؟ أغلبية غير موافقة. وبهذا نختتم جدول أعمال جلستنا الاستثنائية الأولى من الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. شكرا لكم جزيلا على تعاونكم وتجاوبكم. نلتقيكم في جلسة يوم الثلاثاء القادم، ومع السلامة.